ينضم إلينا لمزيد من النقاش عبر الهاتف من عمان دكتور بسام حجاوي استشاري الوبائيات. دكتور بسام أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور ست إيمان، يعطيك العافية، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. الحقيقة أريد أن أناقش مع حضرتك هذه التصريحات المهمة، سواء اللي صدرت من تيدروس أدانوم رئيس منظمة الصحة العالمية أو من خبيرة الصحة في المنظمة كريكوف. التصريحات كانت معنية بدرجة كبيرة باستحواذ عدد من الدول الغنية على اللقاحات وعلى كمية كبيرة من اللقاحات وعدم وصولها إلى البلدان الفقيرة أو البلدان اللي في احتياج أشد إليها. إلى أي درجة بترى، طبعا دي مش أول مرة المنظمة بتطلق هذه التصريحات وهذه الدعاوى التحذيرية، إلى أي درجة حضرتك بتشوف انه هذه التحذيرات مهمه بالنسبه لهذه الدول ويعني من الممكن ان تؤثر على سلوكها في الاستحواذ على اللقاحات؟ يعني هو اولا يعني كما تقول منظمه الصحه العالميه بانه الجائحه لم تنتهي بعد في تقريرها، والدليل على ذلك انها لا زالت دول هنا وهناك في جميع قارات العالم، هناك دول لا زالت تعاني من موجات نتيجة السلالات التي تظهر فجأة، وخاصة الأربعة الرئيسية التي عرفناها. كل هذا الكلام يعني أن الجائحة لم تنتهي بعد. أضف إلى ذلك أن الدول واللي هي خاصة مثال عليها ما ورد بالتقرير أمريكا وبريطانيا التي وصلت إلى معدلات تغطية عالية في المطاعيم وخاصة بالجرعة الأولى، وهذا لا يعني أن الدول الأخرى وصلت إلى حتى أقل من 1% بالمطاعيم، وهناك دول لم يصلها المطاعيم إطلاقا. وكما يقال عن المطاعيم بأنها هي تقلل فرص الإصابة بالعدوى للأشخاص الذين تطعموا، ولكن أيضا هي تقلل من فرص نقله للآخرين. يعني لا زالت هناك فرص أخرى أن يصاب المطعمين، أي أن التقرير أفاد وهذا صحيح أنه قلل من معدلات الوفيات وقلل من معدلات الدخول للمستشفيات خاصة كبار السن، لكن هذا ما يعنيش العالم كله، كل دول العالم، لأنه أنت ستغلق على نفسك كدولة وصلت إلى تغطية عالية وتستطيع أن تحفز اقتصادك في الداخل، لكن الاقتصاد لوحده بدون الدول الأخرى الجارات لك وبدون دول العالم ولا تستطيع أن تتحرك. يعني أنت ستصل إلى دول غير مطعمة، وبناء عليه الريسك والخطورة أن يصاب أشخاصك إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير مهمة. إذا لازلنا إحنا، أنا يعني قد أقول أن أنا إذا جلست مع شخص مطعم أستطيع الاستغناء مؤقتا عن الكمامة، ولكن لا أستطيع أن أعيش بدون كمامة بعيدا عن البشر. إذا العالم كله يتطلب المطاعيم، ومن هنا العدالة والمساواة يجب أن تكون. هنا منظمة الصحة العالمية تقول أنه أنا أريد إلى مرفق كوفيكس المطاعيم لأوزعها بعدالة حتى أستطيع التخلص من الجائحة بشكل عالمي وأعلنها. لا أستطيع أن أقول أنني سأتخلص من دولتين أو ثلاثة، هذا لا يجد العالم. إذا ستبقى الجائحة معانا بطولها وعرضها السنة هذه والسنة القادمة إذا أخذنا الأمور طيب. وناقشناها بأنانية. دكتور بسام، آلية كوفاكس حتى الآن الدول التي تخدمها أو تصدر إليها اللقاحات وما يتم توريده لها اصلا من لقاحات من الشركات اللي اصلا موجوده في هذه الدول الغنيه اللي بنتكلم عنها، حتى الان كيف تقيمها؟ لانه هناك حديث عن انه بيبذلون كل ما في وسعهم لمساعده اليه كوفاكس على الوصول الى هذه الدول الفقيره ومتوسطه ومحدوده الدخل. كيف من الممكن ان نقيم اليه كوفاكس حتى الان؟ يعني هي آلية كوفاكس والمبادرة التي خلقتها منظمة الصحة العالمية ووقعت عليها أكثر من 182 دولة، وكانت الدول الصانعة للمطاعيم جزءا منها، أنا أرى أنها لم تحقق 20% من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة، وبناء عليه لم يصل إلى محدودي الدخل. يعني محدودي الدخل واللي عندهم حروب أهلية واللي عندهم مشكلات داخلية في بلدانهم
وأنظمتهم الصحية ليست قادرة على احتواء الوباء، هم بحاجة إلى مطاعيم لم يصلهم على الإطلاق، وهذا فشل، فشل سواء لا يعني بديش أقول لمنظمة الصحة العالمية، يعني هي ليست لها الحق في أنها تصنع مطاعيم، هي تستجدي المطاعيم من الدول المصنعة، وهذا فشل بحد ذاته لأنه لم يصل إلى محدودي الدخل، ومحدود الدخل ينتظرون حد يعطيهم المطاعيم. نعم. هذا الكلام أين عم أمريكا قالت إن أنا مثلا مطعوم فايزر استغنيت عن الملكية تاعته ويذهب إلى الدول المصنعة بحيث تصنعه؟ كيف تصنعه؟ الهند كانت المصدر الرئيسي للتصنيع، وعندما داهمتها الموجة الكبيرة في السلالة الهندية هي استولت على المطعيم ولم ترسله لكوفيكس، للمرفق كوفيكس. طيب. إذن من هنا هناك خلل بالتنسيق وبالغطرسة في موضوع المطاعيم وتحويل الموضوع إلى سياسة، ومسألة كمان الرقابة الدولية يمكن هي اللي بتفتقدها هذه المنظومة. اسمح لي دكتور بسام أسأل حضرتك في جزئية تانية طرحتها منظمة الصحة العالمية متعلقة بالدول اللي الآن بتفكر في تطعيم الأطفال، وتقول أنه بدلا من أن تطعموا الأطفال من الممكن أن في يعني منظومة أو في طريقة جديدة غير فعالة من وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، من الممكن أن ترسلوا هذه الجرعات إلى الدول الأخرى. رأي حضرتك في هذا الاقتراح وهذه الفرضية، وهل بالفعل هذه الدول لا تحتاج إلى تطعيم الأطفال؟ يعني بجوز لما بدأ المطاعيم الكل العالم بيعرف أنه المطاعيم أعلن عنها علميا وسياسيا ومن كل الدول بأن هي تعطى للفئات فوق 16 سنة، وبدأت الدول تنفذ هذه الاستراتيجية، لكن عندما الدول الكبرى شبعت وطعمت أعداد كبيرة فوق 16 بدأت تنزل إلى أعمار 12 سنة إلى 15 سنة، وفي دول لم ترى المطاعيم، ومن هم الذين يتأثرون؟ هم كبار السن. إذا معناته هذه مصيبة أخرى فرضت نفسها من الدول الصانعة، بحيث أن الدول كبار السن يموتون دون رحمة، يموتون دون وصول إليهم مطعوم، دون وصول إليهم علاج، ودول أخرى بدأت في التطعيم لأعمار صغيرة. هذا موضوع كمان أناني وليس فيه نوع من العدالة والمساواة. أنا كيف سأصل إلى تطعيم هذه الفئة وأنا ما عنديش أطاعم كبار السن الذين يموتون أمامي؟ هذه مشكلة أخرى فرضت على منظمة الصحة العالمية. وأنا أود أن أقول هي منظمة الصحة العالمية في كل يعني كما من خبرتي إن أنا وحضرت أكثر من هذه الاجتماعات في جنيف، كان وزراء الصحة في دول العالم يحضرون في شهر 5 يناقشون مشاكل العالم. بدأت يعني المنظمة الصحة العالمية كانت ناصحا وأمينا لهذه المشكلات الصحية التي تواجه العالم، وهناك اللوائح الصحية الدولية التي فرضت على الدول ووقعت عليها بالعدالة والمساواة. يبدو أن دور التنسيق والنصح والإرشاد أصبح حتى هزيلا من منظمة الصحة العالمية، وكل دولة تعمل بسياستها واستراتيجيتها لمصلحة أفرادها، وهذا شيء مشين لا نصل بنهايته إلى احتواء الجائحة. دكتور بسام، أنتقل مع حضرتك إلى جزئية أخرى متعلقة بتأثير مسألة عدم وصول اللقاحات إلى هذه الدول، بما أنه بنتكلم عن سياسة التوزيع، على التحورات الجديدة أو النسخ الجديدة من المتحورة من الفيروس. كان هناك بعض الأطباء بيوصفوا المسألة بأنه في حال عدم أخذ اللقاحات أو الوصول إلى مناعة مجتمعية على المستوى العالم ووصول هذه اللقاحات إلى كل الدول، من الممكن أن نرى نسخ متحورة جديدة بعد هذه السلالة الهندية، نسخ متحورة قد تعجز اللقاحات أمامها، أو نسخ متحورة يكون لها أعراض أشد خطورة إذا لم يتم توزيع اللقاحات. هل حضرتك بتتفق مع هذه المسألة؟ يعني طبيا كيف من الممكن أن تصفها لنا؟ يا ستي إيمان، يعني هي المشكلة أنه لا زال الفيروس ينتشر في العالم، ولا يزال الفيروس يتحرك، وسيدخل الفيروس لأي دولة، عندما يجد هذه الدولة التطعيمات فيها عالية سيذهب إلى الدول ذات المطاعيم المتدنية أو التي لم يصلها، وسيشجع ذلك على التحور.
التحور يحاول أن يجدد الفيروس ويقويه، فيتقوى في الدول التي لم يصلها. ومن هنا خوف منظمة الصحة العالمية على أفريقيا، لا يوجد لديها مطعيم، لا يوجد لديها رصد، لا يوجد لديها أنظمة قوية بحيث تتعامل مع الجائحة. وهذا بشأنه أن ينعكس على الدول التي تم فيها نسب تغطية عالية بالمطاعيم. إذن هناك الآن 4 طفرات أو سلالات، إذن سنشهد طفرة خامسة وطفرة سادسة، ومن شأنه أن الدول التي تطاعمت والتي لم تتطاعم ستخاف. إذن ما هو يخوفنا بالشرق الأوسط؟ يخيفنا أنه إحنا نخاف أنه السلالة الهندية تدخل إلى بلداننا، وبناء عليه نعاني من موجات أخرى. إذن سنبقى في دوامة يعني تعيد نفسها حتى المطاعيم على المستوى العالمي تكون عالية. إذن هذا أصلا سياسة خاطئة للدول الكبرى، ليس في مصلحتها بأن تترك دول العالم التي ليس لها مصدرة لأنها لا تتطاعم. إذن سنتوقع المزيد من السلالات، ولا أحد يدري، قد تكون سلالة ظهرت جديدة ويكون لها مبرر أنها غيرت في جدار الفيروس بطريقة أكثر مما حصل في الأربع سلالات، وتعطي فيروسا جديدا وأعراضا جديدة، ونبدأ بجائحة جديدة من جديد. إذن هنا الخطر الذي الكل ينتظره، والكل الخبراء يعلموا ذلك، ومراكز البحث العلمي يعلموا. فمن هنا أن تصبح الدولة تطعم صغار السن وتطعم الحوامل وتطعم الذين كنا بالأول هم موانع للتطعيم، ونحن لا نشم رائحة للمطعيم، هذا الظلم بحد ذاته. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به دكتور بسام حجاوي استشاري الوبائيات من عمان، شكرا جزيلا لك.